ينضم معنا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا خليل البرغثي من توكرا. بداية أهلا بك خليل، حدثنا عن لقائك بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتصريحاتهم. نعم نعم زميلي منذر، أرحب بك وبكافة السادة المشاهدين. كنا على تواصل مباشر مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بموطنها القانوني بمدينة بنغازي، والذين أفادونا أن ثلاثة مواني ليبية بدأت فيها عمليات الإنتاج والتصدير، وهي ميناء لحريقة والبريقة وزويتينا، في انتظار استكمال عمليات الصيانة والإصلاحات في المواني الأخرى لتعود هي أيضا لعمليات الإنتاج والتصدير. هذا الأمر سيحدث انفراجة على حسب وصفهم خلال الفترة القادمة من استقرار للشبكة العامة للكهرباء وتوفر السيولة النقدية في المصارف، وأيضا دعم الميزانيات العامة للدولة الليبية والتي سيترتب عليها استكمال لبعض المشاريع المتعطلة أو المتعثرة، وأيضا صرف مرتبات أو مستحقات مالية للعديد من القطاعات، وأيضا المساهمة في إعادة الإعمار. أيضا منذر، قمنا بطرح تساؤلات حول التأثير الإيجابي لإعادة افتتاح النفط على السوق المحلي والعالمي. أفادونا بأن السوق المحلي شهد انتعاشة كبيرة وانخفاض مباشر لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي، والذي انخفض بمعدل قرابة الدينارين ونصف منذ الإعلان، وهذا سيترتب عليه انخفاض في أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية والأسعار بشكل عام. أيضا تابع السوق العالمي تداعيات إعادة افتتاح النفط الليبي وعودة الخامات النفطية الليبية للسوق العالمي للطاقة، والتي هي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، ولاقت هذا الأمر ترحيب كبير في السوق العالمي للطاقة، فضلا عن قرب هذه المواني الليبية المطلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط من سواحل جنوب أوروبا، والتي تعتبر هي أكبر تجمع اقتصادي وتكنولوجي في العالم. نعم خليل البرغثي مراسلنا من توكرا، كنت معي على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.